مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. إذن موضوع اليوم هو المخيمات الصيفية والرحلات المدرسية. دونك لي كروني دو فاكونس اي لي اكسكورسيون. الرحلات المدرسية في إطار المنظومة التربوية وفي إطار التربية بصفة عامة والتعليم لها أهمية قصوى. يديروا اجتماع في الليل، احنا مضارين هكذا نتلاقاو وكل واحد يمد رايو على الطبق اللي راح يكون، يعني يتلائم شاك جور راح يكون ديفيرون. كاين بعض الأطفال يزيد ما يعرفوش متى الحانة. بالضبط. يجي لعندك تلقاه لاصق فيك، وين تروح يلصق معاك، يعنقك. حصتكم أولادنا تحت جناحنا الموجهة للأولياء تجيكم هذا الأسبوع بموضوع الرحلات المدرسية والمخيمات الصيفية les excursions scolaires et les colonies de vacances. علمونا كيفاش نهضروا مع الناس، علمونا كيفاش نتعرفوا على عباد. الرحلة المدرسية راح تعزز ما اكتسبه التلاميذ في القسم وما أخذه خلال برامج اللي درسوها في مختلف المواد. إلى حبيتوا أولادكم يروحوا المخيمة الصيفية، ما عليكم إلى توجهوا إلى دور الشباب، يعني دار الشباب متواجدة في الولاية نتاعكم ولا في المدينة نتاعكم التابعة لمديرية الشباب والرياضة، باش أولادكم يروحوا يفرحوا في المخيمات الصيفية لأنهم راح يتعلموا حوايج بزاف. إذا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، للعقول لولا مدلولة تلعب تحيا بسلم مؤمن. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.